الكفتة بالطحينة دي حاجة سهلة كده وبسيطة جدا، وتحسوا ان هي زي الكفتة المشوية بس التطعيمة احلى كمان. طيب مقاديرها هتنزل معانا على الشاشة، ومقاديرنا بتقول ايه يا حمدي؟ مقادير الكفتة بالطحينة هتنزل حالا على الشاشة، ومقاديرنا بتقول ايه؟ يلا بينا. كيلو لحمة مفرومة، وبصلايه مفرومه، وحزمه بقدونس، وبقسماط مطحون، وشويه من الزيت، 7 بهارات، بهارات كفته، ملح وفلفل اسود. ده عملناهم مع بعض كلهم في الكبه وصبعناها صوابع بالشكل ده، نفس ما عملنا الكفته الاولانيه، حطيناها كلها في الكبه وعملناها كور. لا دي صبعناها صوابع بالشكل ده. عندي صينيه على النار بسخنها قوي، واحط فيها شويه من الزيت كده. بصوا بقى اللي انا هعمله، هي شويه من الزيت كده، لكن انا مش هسويها على البوتاجاز، انا سخنتها قوي، واروح واخده عامله كده. دي هتستوي في الفرن مش على البوتاجاز، عشان نشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. بسم الله. المقادير بتاعت صوص الطحينه بقى بتقول ايه يا رغده؟ ثوم مفروم، نص كيلو من الطحينه، كوبايه من عصير الليمون، علبتين زبادي، خل وكمون، وشطه وملح. ده الصوص اللي هيتحط على الكفته بعد ما تتعمل. فانا دلوقتي هرص الكفته كلها في الصينيه واحطها في الفرن تتشمع وتستوي اكني بشوي كفته، وبعد ما يتغير اللون بتاعها خالص اروح مطلعاها من الفرن واحط عليها صوص الطحينه اللي احنا هنقلبه مع بعض دلوقتي. هي مش هتاخد في الفرن 10 دقايق بالكتير. اهو بالشكل ده كده شكلها في منتهى الجمال. نروح واخدينها كده، وادي في الفرن 10 دقايق ونطلعها هنلاقيها اتشمعت. اكون حضرت الصوص بتاع الطحينه علشان تتسقي بيه. طيب هو انا هستكفى بصوص الطحينه اللي احنا هنحطه ده؟ لا، ده انا شاويه لها كمان خضار. الخضار اللي انا شويته النهارده عندي بصل مكعبات، وتوم مشوي، وفلفل. بصل وتوم وفلفل. بصوا المنظر اهو ما شاء الله عليه. تعالوا دلوقتي نعمل الصوص الطحينه على ما تتعمل الكفته، ويبقى ده مع ده ويطلع معانا زي الفل. طحينه وعليها الزبادي، واخلط ده كله كده مع بعض. افك خالص الطحينه بالزبادي، والكفته بتاعتنا في الفرن بتتشمع بالشكل ده كده. بصوا عامل ازاي. ارجع انزل بالليمون، شطه، حبه الخل، وادي كمون، وتوم، وحبه الملح. كل ده يتخلط مع بعضه. ومحضرين ايه؟ محضرين ميه سخنه علشان افك بيها كل ده. يتخلط مع بعضه، ونبدا ان احنا نروح جايبين ميه سخنه، مش هقول لك مغليه، لا ممكن سخنه بس كده او دافيه، علشان هي اللي هتفك لنا كل الخليط ده وتدمجه كويس كده. تمام جدا. في اللحظه دي بقى نجيب الميه السخنه، نعمل كده. عايزاها خفيفه، لان انا مش بعمل سلطه الطحينه، انا بعمل صوص للكفته ولسه هيدخل الفرن. يعني انا لما اطلع الكفته واحط معاها الخضار المشوي واحط عليها الطحينه، فهتدخل الفرن تاني. فده لما يدخل الفرن مع السخونيه بتاعت الصينيه وسخونيه الفرن هيتقل تاني. فانا عايزاها خفيفه علشان على ما تتقل جوه تبقى تديني القوام اللي انا عايزاه. بصوا ناخد الجوانب كلها كده، وبعد ما تطلع بقى نروح محضر لها ايه، فحمايه، ونطشها بحتة زبدة كده أو حبة زيت. يا الله على الطعامة دي. كده سلطة الطحينة، لكن أنا عايزاها أخف كمان من سلطة الطحينة كده. تمام جدا. ندوق بقى كده التتبيلة بتاعتها، محتاجة معانا ملح ولا هي كده تمام وزي الفل؟ نظبط الحياء بتاعها كويس قوي علشان تطلع معانا مظبوط. بسم الله. بص عايزه اقول لكم ان هي
السبايسي بتاعها مظبوط، التوم بتاعها مظبوط، بس عايزه هي طعمها حلو بس، او حدقها حلو بس انا بحب الحياء يعني زي السيكا، بس انا مش عايزه اكتر من كده. كده الصوص بتاع الطحينه للكفته جاهز. نبص على الكفته كده اللي في الفرن. بسم الله بسم الله ما شاء الله. ادام بدات ان هي تتدحرج معايا كده يبقى تمام. نطلع كده، نقفل الفرن عشان السخونيه بتاعته تفضل زي ما هي. وبصوا بقى، همسك الاول كده ادي الثوم المشوي، ابدا ان انا اطلعه كده. دي راس ثوم شويناها وقصيناها اتنين كده علشان ناخد الثوم من جواها، بس مش قادره اقول لكم ريحته عامله ازاي. واروح ماسكه البصل اللي احنا شويناه برضو موزعاه كده. تخيلوا بقى البصل المشوي ده مع الفلفل كده مع صوص الطحينه اللي احنا حاطينه مع الكفته لما تستوي، يا الله دمار شامل بالشكل ده كده. فلفل اهو كمان حامي علشان اللي بيحب السبايسي. واروح جايبه ايه بقى الصوص اللي احنا عاملينه ده اسقي بيه الكفته. بسم الله سيبتي ليا لونه حبه، ممكن ان انا اقدمهم كسلطه الطحينه. طيب هما كده مش خفاف، ممكن ان انا احط نسيت ان هي سخنه وطالعه من الفرن. نسيت ان هي سخنه وطالعه من الفرن بالشكل ده كده. بص شكلها عامل ازاي. بسم الله نقفل بقى الفرن، نسيبها ايه 10 دقايق او ربع ساعه.